أنا وراكد وراء انتقامي منهم وقعت بهذا اللي اسمه. حدا بيعيش بهيك بيت بس مشان جاكر؟ كل مرة رح يشوفونا فيها جرحهم يلي بدهم يداووه رح ينزف من جديد. شغل لي مخك. كمان واحد من الحضور براق عنده أكثر من سبب ليحقد علينا. أنا بظن إنه هو وراء الاعتداء. بتضل ثقة كبيرة بعلي رضا إنه رح يلاقيه ويعمل اللازم معه. بنتي أنا ما رح تتزوج من زلمة منتهي، فهمتي؟ فؤاد عيان الزلمة اللي فعش راس ابنه عندهم. مين هذا الزلمة؟ هو البيك الجديد على راسكم. خدوا لي من هون ودفونوا لي بالغابة. علي رضا، الخميس 7 المساء على الـ LBCI.